Example 6. Evaluate. احسب التكامل 2 اكس تربيع زائد 3 على اكس في اكس ناقص 1 الكل تربيع دي اكس. برضو مستخدمة للكسور الجزئية using partial fractions. ناخذ الكسر 2 اكس تربيع زائد 3 على اكس في اكس ناقص 1 الكل تربيع. نلاحظ أن المقام جاهز ومحلل إلى عوامله الأولية، ولكن نلاحظ أن العامل الثاني x ناقص 1 الكل تربيع مكرر، وبنشوف كيف نتصرف في كتابة كسوره الجزئية. هذا يساوي العامل الأول ده من الدرجة الأولى، إذن يقابله هذا الكسر a على x زائد العامل الثاني مكرر يعني مضروب في نفسه مرتين، هذا يقابله الكسر التالي b على x ناقص 1 فقط x ناقص 1 بعدين زائد c على x ناقص 1 الكل تربيع x ناقص 1 الكل تربيع. لو كان هذا الأس 2 ده لو كان 3 نكتب a على x بعدين نكتب b على x ناقص 1 بعدين زائد c على x ناقص 1 الكل تربيع وبعدين زائد d على x ناقص 1 الكل تكعيب وهكذا. إذا ننتبه لما يكون عندي عامل مكرر يكتب بهذه الطريقة، هنا x ناقص 1 وهنا x ناقص 1 الكل تربيع وهنا b هنا c. نوحد المقامات x ما فيش زيه لحاله، وهنا x ناقص 1 وهنا في واحد زيه x ناقص 1 ولكن هذا أس 1 وهذا أس 2، وعندما نأخذ المضاعف المشترك نأخذ العوامل المشتركة وغير المشتركة وبأكبر أس. إذا هذا العامل وهذا العامل مشترك هنا وهنا ولكن نأخذه بأكبر أس وهو x ناقص 1 الكل تربيع. الآن نقسم هذا المضاعف المشترك على مقام الكسر الأول x، الإكس يروح مع الإكس يكون خارج القسمة إكس ناقص واحد تربيع مضروب في الأ A في إكس ناقص واحد الكل تربيع بعدين زائد نقسم ذا على مقام الكسر الثاني. لاحظ هذا القوس مكرر مرتين واحد منهم يروح مع إكس ناقص واحد، إذا خارج القسمة بيكون عبارة عن إكس في إكس ناقص واحد مضروب في البي، إذا هنا بي مضروب في الإكس إكس ناقص واحد بعدين زائد نقسم هذا المضاعف المشترك على مقام الكسر الثاني، هذا يروح مع هذا فيكون خارج القسمة x مضروب في c c مضروب في x. هذا الكسر 2x تربيع زائد 3 على x في x ناقص 1 تربيع وهذا الكسر متساويان. هذا البسط حق الكسر الأول يساوي أعلى مقام الكسر الأول يساوي مقام الكسر الثاني، إذن البسط يساوي البسط، إذن 2 x تربيع زائد 3 بسط الكسر الأول يساوي بسط الكسر الثاني يساوي a في x ناقص 1 تربيع زائد bx في x ناقص 1 زائد سي اكس. من هذه العلاقة نحاول نوجد قيمة الاي وقيمة البي وقيمة السي، كما سبق في الأمثلة السابقة نعطي قيم اختيارية للاكس بطريقة معينة. إذا let اكس تساوي، لو وضعت الاكس بصفر الاكس تساوي زيرو، الاكس ده بزيرو مضروب في السي حيصير زيرو اختفى السي، ولما أضع هذه الإكس بزيرو مضروب في البي مضروب في هذا القوس ويكون أيضا الناتج يساوي زيرو، إذا بيختفي البي وبيختفي السي وحيبقى معي مجهول واحد وهو الأ. نعوض في هذا الطرف عن الإكس هذه بزيرو، زيرو تربيع بزيرو، زيرو في اثنين بزيرو حيبقى ثلاثة، هذا الإكس بزيرو حيبقى عندي ناقص واحد الكل تربيع هنا يعني ناقص واحد هنضرب في نفسه مرتين حيكون الناتج واحد مضروب في الـ A، إذا بيكون عندي A كده.
إذن حصلت على قيمة الـ A تساوي 3. الآن نختار قيمة أخرى للـ X. تعالوا نشوف من هنا. لو أنا وضعت الـ X بواحد، حيكون هذا صفر، مضروب في هذا المقدار بصفر، حيختفي الـ B. لو وضعت هذه الـ X بواحد، حيكون هذا المقدار بصفر، مضروب في الـ A، حيصير صفر. إذا اختفى الـ A، حيبقى عندي مجهول واحد اللي هو من C. إذا لازم نضع الـ X هنا يساوي واحد. نعوض في الطرفين، الـ X دي بواحد، واحد تربيع بواحد، واحد في اثنين باثنين، وزائد ثلاثة يكون خمسة. نضع الـ X هنا بواحد، واحد ناقص واحد صفر، صفر في الـ A بصفر. وهنا نضع الـ X بواحد، واحد ناقص واحد بصفر، مضروب في هذا المقدار بصفر. نضع هنا الـ X بواحد ومضروب في C، فيكون الناتج هنا C، وبالتالي حصلت على قيمة الـ C تساوي خمسة. باقي معانا قيمة الـ B. في هذه الحالة نضع الـ X بأي قيمة اختيارية أخرى ولتكن اثنين، لأنه مرة وضعت هنا الـ X بواحد وهنا الـ X بواحد، ومرة وضعت الـ X بصفر وهنا الـ X بصفر، وأوجدنا الـ A والـ C. الآن نختار قيمة أخرى لتكون X تساوي 2. أي قيمة تختارها، لكن يستحسن قيم سهلة. طيب نعوض هنا على الـ X بـ 2. 2 أس 2 بـ 4. 4 في 2 8. 8 زائد 3 11 يساوي. مرة أخرى الـ X دي بـ 2. 2 أس 2 4. 4 في 2 8. 8 زائد 3 11. نضع هذه الـ A هنا أولا، موجود قيمتها 3. هنا 2 ناقص 1 بواحد، 1 تربيع بواحد، مضروب في الـ A يعني مضروب في 3، يكون 3. بعدين زائد الـ B كما هي الـ B هنا. هذه الـ X فرضناها بـ 2، هاي 2. وهذه الـ X باثنين، اثنين ناقص واحد، أو اثنين ناقص واحد، زائد C في X، والـ X باثنين، يعني هطلع عندي اثنين C. هذه الـ B مجهولة، هذه الـ C قيمتها تساوي خمسة. إذا ممكن أعوض عن الـ C بخمسة، ممكن أكتبها بالشكل التالي، خمسة اللي هي قيمة الـ C، وقيمة الـ X هذه باثنين. طيب يساوي 3 في 1 3، زائد هنا 2 ناقص 1 حيكون 1، مضروب في الاثنين باثنين، 2 في البي 2 بي. هنا 2 في 5 يكون 10. ننقل هذا الحد وهذا الحد لهذا الطرف، يكون عندي 11 ناقص 3 ناقص 10 يساوي 2 بي. 11 ناقص 3 8، 8 ناقص 10 ناقص 2 يساوي 2 بي. ومن هنا نحصل على قيمة البي تساوي ناقص 2 على 2 يكون ناقص 1. نحصلت على قيمة البي تساوي ناقص 1. نعود لهذه الخطوة. إذن 2 اكس تربيع زائد 3 على X في X ناقص 1 الكل تربيع يساوي A على X، الـ A بثلاثة، 3 على X، زائد B على X ناقص 1، الـ B تساوي سالب 1 على X ناقص 1، زائد C والC تساوي 5 على X ناقص 1 الكل تربيع. ثم نكامل الطرفين. إذن تكامل 2 X تربيع زائد 3 على X في X ناقص 1 الكل تربيع DX يساوي تكامل 3 على X DX. بعدين هنا تكامل زائد تكامل ناقص واحد على X ناقص واحد DX. بعدين زائد تكامل
خمسة، وهذه نطلعها لفوق، خمسة ونطلع هذا المقدار لفوق بأس سالب، إكس ناقص واحد الكل أس سالب اثنين دي إكس يساوي. هذه الثلاثة تطلع برا هنا، ثلاثة هيبقى عندي تكامل واحد على إكس وتكامل واحد على إكس، أو ممكن نكتبها كذا أولا، واحد على إكس دي إكس ناقص في الزائد بناقص تكامل واحد على إكس ناقص واحد دي إكس، بعدين زائد خمسة تكامل، طلعت الخمسة برا علامة التكامل، وهنا عندي إكس ناقص واحد الكل أس سالب اثنين دي إكس. نتابع الحل هنا، يساوي ثلاثة تكامل واحد على إكس يساوي لين إكس ناقص التكامل ده واحد على إكس ناقص واحد، البسط يساوي مشتقات المقام، إذا قيمة التكامل يساوي لين المقام إكس ناقص واحد زائد خمسة. هذا التكامل نحسبه حسب قاعدة، ممكن نكتبها هنا كذا، تكامل a x زائد b أس n دي x، هذا المقدار من الدرجة الأولى، وهذا المقدار هنا x ناقص واحد من الدرجة الأولى، والمعامل ال x هنا هو واحد، معامل ال x هنا هو ال a، أما هذا عبارة عن ثابت موجب أو سالب إلى آخره. فإذا كان هذا المقدار خطي يعني من الدرجة الأولى مرفوع للإس إن، فإن التكامل هذا يساوي واحد على A معامل الإكس واحد على A. نكتب هذا المقدار هنا A X زائد B أس إن زائد واحد على إن زائد واحد زائد ثابت التكامل سي، والشرط أن يكون الـ n لا يساوي سالب واحد. ممكن نحسب هذا التكامل، هذا التكامل بهذه القاعدة، إذا التكامل هذا حيساوي واحد على a يعني واحد على واحد لا داعي لكتابته، ونكتب كذا المقدار x ناقص واحد ال n هنا بتساوي في هذا التكامل سالب اثنين، إذا نضيف واحد سالب اثنين وزائد واحد يكون الناتج سالب واحد على سالب واحد زائد ثابت التكامل سي. نقدر نكتب هذا بشكل آخر، نجيب السالب ذي هنا وخمسة وذي ننزلها للمقام، يعني ممكن كتابة التكامل ثلاثة لين x ناقص لين x ناقص واحد موجب على سالب سالب، وهذه خمسة اكتبها هنا، وهذا القوس نزله للمقام بهذا الشكل x ناقص واحد بأس موجب يعني أس واحد ولا داعي لكتابته، وبعدين زائد c، وكذا تنتهي عملية التكامل.